أتعتقد ذلك؟ هذا مستحيل. قالوا إن الأمر طارئ، لا ينتج أمر ثار عن ذلك. ربما بعض الأشخاص تتمموا بسبب طعامك، ربما تأذى أحدهم. هذا سيء يا بوركي، هذا سيء فعلا. واو. حسنا، أنا ذاهب إلى تجربة الأداء، تمنى يا لي الحظ. اتصل بوركي، لن يكون هناك مشكلة. الهاتف يرن، سأقفل الخط. لا تقفل الخط. أجل، مرحبا. مرحبا، أنا بوركي، أعاود الاتصال بكم. أجل، أنا من صنع قلب الجزر. نعم. ماذا؟ ماذا قلت؟ كلهم؟ حتى رئيس الشركة؟ مريض كلهم؟ لكن أنا لست أنا فحسب، صديقي باكس باني هو الذي زرع الجزر. ماذا؟ لا تورطني في الأمر. أجل، لما حصل أي من هذا لولا باكس. أنت صنعت القلب، إنك المخطئ. باني، باء ألف ونون ويا. أقفل، أقفل. حسناً، حسناً، سنبقى على اتصال. أنت ستبقى، لا أنا، أنت. إلى اللقاء. لما ورطني في الأمر؟ لا أريد أن أتورط. لقد فات الأوان، سبق أن تورط. باكس، أعتقد أنه عليك أن تجلس لسماع الخبر. يا للهول، لقد أحبوه. ماذا قال؟ قالوا إنه ألذ قلب جزر أكلوه في حياتهم، يريدون أن يبيعوه في المتاجر. اعتقدت أنهم يصنعون مثبت شعر. جينكو هي شركة كبيرة، يصنعون كل شيء. هذا رائع بوركي، ما علاقة ذلك بي؟ لم تكن لذيذة بفضل وصفتي فقط، بل بفضل جزرك أيضا. إننا فريق، سيرسلون لنا عقدا، سنصبح غنيين. سنصبح غنيين. سنصبح غنيين. سنصبح غنيين. سنصبح غنيين. سنصبح غنيين. إن كنت لا تتناول مايتي ويت فإنك لا تتناول الفطور. يبدو هذا غريبا. إن كنت لا تتناول مايتي ويت فإنك لا تتناول الفطور. أو إن كنت لا تتناول مايتي ويت فإنك لا تتناول الفطور. ها، يبدو هذا جيدا. دافي داك. اسمك؟ دافي شيلدون داك. أرنا جانبك. حسناً، أنا أعتبر نفسي شخصاً منفتحاً، ولكن لدي جانب جدي أيضاً، أحب القراءة والأكل التايلاندي. لا، نود أن نرى جانب وجهك. أو هذا منقار كبير. شكراً، يؤدي وظيفته جيداً. حين أقول ابدأ، ستتناول ملعقة حبوب وستقول جملتك. دعني أمرن صوتي لدقيقة. حسناً، أنا جاهز. ابدأ. هذا أسوأ طعام تذوقته في حياتي كلها. مما هو مكون من الوحل؟ يا للهول، يا للهول، هذا مريع حقا. هل من المفترض أن يكون مذاقه هكذا؟ أعني، من قد يتناول هذا؟ هل تذوقها أحدكم؟ هذا يفضم. بأي حال، إن كنت لا تتناول مايتي ويت فإنك لا تتناول الفطور. هذا هو العقد من جينكو. ما هو رأيك؟ يجب أن نوقعه؟ لا أفهمه حتى. وفقا لذلك يوافق الفريق الأول على بيع السلعة إلى الفريق الثاني. هل يعني ذلك قلب الجزر؟ مهلا، بيد أن الفريق الأول يمثل ويضمن الفريق الثاني أيضا. هذه تعبير مربكة جدا. مرحبا. كيف صار الأمر؟ قالوا إن تجربة أدائي، أقتبس، لا تشبه أي تجربة رأوها من قبل. إذن حصلت على الدور؟ لا، لكنني سأحصل على هذا الدور، إنه يناسبني. هذا جنون، الجوارب الطويلة كومفورت تلك، لأنني مهما عملت جاهدة ما زلت أود أن أشعر بأنوثتي. طبعا يريدون امرأة لهذا الدور. ماذا؟ لدينا أنباء مشوقة. كلاكما ستنتقلان. لا، جينكو ستشتري قلب الجزر الذي صنعناه، لكن لا نفهم شيئا من هذا العقد. عليك أن تطلب من الديك الكبير أن يلقي نظرة. فانغهار، ولكن أليس مجنونا قليلا؟ إنه مجنون كثيرا، ولكنه أغنى ديك في العالم أيضا. لعلها فكرة جيدة. حسنا. علي أن أذهب إلى تجربة الأداء. ماذا؟ أنت من قلت أنهم يريدون امرأة لهذا الدور؟